قامت الوزيرة دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بتوقيع بروتوكول تعاون بقيمة 91 مليون دولار مع السفير الياباني بغرض التطوير العلمي وزيادة الاستثمار من أجل التنمية. احنا النهاردة الحمد لله وقعنا اتفاقية بتخص التعليم العالي، كانت يعني جزء مهم جدا من مبادرة التعليم اللي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن عنها في زيارة الرئاسية اليابان مع رئيس الوزراء الياباني. احنا سعداء جدا بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزير التعليم العالي. مبلغ اللي موجه لهذا القطاع هو 10 مليار ين، يعني ما يوازي 90 مليون دولار. احنا حريصين جدا على دعم يعني الشباب في التعليم العالي عموما، بالاخص في القطاعات زي ما باكد لحضرتك، القطاعات اللي احنا حريصين ان احنا نعمل دفعه كبيره في البلد. احنا بنستثمر مش بس في التعليم الخارجي كبعثات، احنا بنستثمر في زياده كفاءات الابنيه وزياده كفاءات المعامل المصريه حتى يكون هناك استفاده عند عوده المبعوث من الخارج، يقدر يطبق تماما كل اللي هو تعلمه. واذا بنتكلم على نموذج المدرسه تحديدا، احنا عندنا مدارس ياباني، عندنا حوالي 1000 مدرسه ياباني بتم العمل بها بالتوازي مع بعض المدارس اللي بتتحول من النموذج العادي الى النموذج الياباني. اذا احنا التجربه دي موجوده بالفعل وفي فيها طلاب بالفعل. اعتقد ان التعاون بين البلدين في مجال التعليم مهمه جدا، ولما رئيس الجمهوريه رئيس عبد الفتاح السيسي قام بزياره رسميه الى اليابان، اتفقنا على شراكه بين البلدين في مجال التعليم، فيما ذلك وارسال ما لا يقل 2500 طالب ومدرس، كثير من الناس في مجال متنوع لدراسه لتدريب في اليابان. كما قامت الوزيرة بتوقيع بروتوكول آخر مع المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستعلامات من أجل تسيير عمل الهيئة العربية للتصنيع. تحويل المخازن من المستندات إلى أرشفة إلكترونية، إحنا الحمد لله لنا خبرة كبيرة فيه، جاهزين إن شاء الله نعمل هذا الأمر. فكرة الميكنة دي بتحقق سرعة في التعامل مع المستثمرين، وبتحقق في نفس الوقت فصل متلقي الخدمة. إزاي؟ إن هي في ضوابط وأدلة إرشادية بموجبها بيتقدم المستثمر للحصول على خدمته، وهذه الأدلة بيتم مراجعتها على من خلال منظومة الميكنة بشكل اللي هو نظام التشيك ليست مع بيانات محددة هي اللي بتبقى مطلوبة ومستندات محددة. إذا تقدم بيها من خلال منظومة الميكنة بيتم اعتماد المستندات. التنمية الشاملة والاستثمار من أجل وطن أفضل، رسالة واضحة تقدمها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. عبد الرحمن داود، صباحك عندنا، قناة المحور. وزي ما شفنا مع حضراتكم في هذا التقرير، هو كان توقيع لبروتوكول منحة يابانية لتطوير التعليم بشكل عام. هيكون في تفاعل بين مصر وبين اليابان عشان نقدر ان نطور العملية التعليمية والمنظومة التعليمية. البروتوكول ده هيكون في حوالي 2500 طالب ومعلم هيذهبوا إلى اليابان لتلقي دورات تدريبية وتعليمية. ده مهم جدا جدا، لأن كلنا عارفين ان احنا عندنا مشاكل في منظومة التعليم. المشاكل دي عمرها ما هتتغير طول ما الأفكار زي ما هي. لازم مننا نبدأ نشوف الناس أو الآخر بيفكر إزاي، تحديدا التجارب الناجحة جدا جدا في التعليم زي تجربة اليابان اللي أبهرت العالم كله. فكان لازم نبدأ نفكر بأسلوب مختلف ونشوف الناس دول شايفين التعليم إزاي، بيعلموا الأطفال وبيعلموا الشباب عندهم إزاي، وبالتالي نبدأ مش هقول نحذو حذوهم، ولكن ناخد نستفيد من التجربة على الأقل، نعمل نوع من أنواع التبادل الفكري والثقافي والتعليمي والتربوي، نشوف أساليبهم التربوية بالإضافة كمان لأساليبهم في التعليم. البروتوكول ده هام جدا جدا، ويعني في اعتقادي أنه هو هيعمل نقلة في التعليم المصري لو تم تنفيذه بالفعل.